اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه. الليله حلقتنا حتكون افاق اعلاميه، وحيكون منورنا معي من داخل الاستوديو الاستاذ محمود العوته، وهو مسؤول تحرير في صحيفه الاقتصاد. اهلا ومرحبا بك استاذ محمود. في صحيفه الاقتصاديه السعوديه. اهلا بك. اهلا بك. الله يسعدك. فرصه سعيده، وانا اشرف شاشه 24 واطيل على المشاهدين ان شاء الله. إن شاء الله في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله. بحنا نرحب بك مرة تانية أستاذنا ومشاهدينا كما عودناكم. خلينا نطلع تقريرنا حلقة اليوم ونرجع عليكم عشان نكمل حلقتنا لليلة. أبقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا مرة تانية، والشكر في التقرير إعداد هويدة توم والصوت أحمد سالم، وبالعودة لضيفنا من داخل الاستوديو مكملين مشاهدينا في جو هذا التقرير مع الأستاذ محمود العوتة. وأستاذ محمود، بداية الإعلام وإسهاماته نحو التغيير الثقافي والاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا لا شك أن إحنا لازم نؤمن إنه الإعلام يعني شيء مهم جدا، وأصبح أحد الركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد في العالم، مش في أي بلد، في أي مجتمع صغير. إذا ما كان في إعلام بالمستوى المعروف وأدواته القوية الواصلة لأي أسرة أو أي بيت، ما ممكن أن نتعرف على هذا المجتمع الصغير. والدول المتقدمة حاليا يعني عندما بدأت ب يعني تغييراتها في المجال الاقتصادي والاجتماعي، نحن يعني نبدأ بالثورة الصناعية في أوروبا، بدوا بالإعلام، أسسوا مؤسسات إعلامية كبيرة جدا حتى يعني تواكب هذه النهضة. يعني إذا هذه النهضة، إذا أخذنا يعني مثال للثورة الصناعية الرابعة في أوروبا، إذا كان ما واكب إعلام ما كانت حتنجح وتصل لهذا المستوى في التقدم الاقتصادي. فالآن الإعلام أصبح يعني صناعة مهمة جدا لأي مجتمع ولأي دولة، فبالتالي يعني الدول بتهتم اهتمام كبير جدا في يعني التوسع في وسائل الإعلام على مستواها الورقي أو التلفزيوني أو الأثيري أو الإذاعي أو حتى على مستوى المنشأة. يعني نحن الآن بنلاحظ في أي وزارة في لازم تكون في آلة إعلامية كبيرة جدا. نعم. لتحكس ما يعني تعمله أو تقوم به هذه الوزارات من مشاريع وإنجازات ضخمة وإنجازات. نعم. ويعني ملفات كبيرة. إذا كانت يعني هذه المشاريع بعيدة عن أعين الإعلام، أعتقد ما حتكون في يعني نجاح مترابط لهذه المشاريع يعني، وما حتعرف عنها شيء يعني. فالإعلام يصبح أداة مهمة جدا، يعني زي ما نحن نعرف هو السلطة الرابعة في الدولة، يعني إذا كان القضاء والسياسة والاقتصاد فيأتي الإعلام. يعني يمكن هذا التصنيف كان قديم، لكن الآن نصنفه أنه الإعلام هو الأول. نعم أكيد. وبعد ذاك السياسة والاقتصاد والنواحي الاجتماعية والأخرى أو القضاء أقصد يعني. نعم. فالدول اهتمت بالإعلام وجعلته صناعة مهمة جدا حتى يعني تتبلور فيه كل الأشياء اللي بتتحدث عنها يعني أي دولة في العالم. إذا كان أخذنا يعني أمريكا، الإعلام فيها منتشر بشكل كبير جدا في ولاياته 51، يعني أي ولاية عندها إعلام وعندها وسائل إعلامية كبيرة جدا لتحكس ما يعني تريد أن تفعله للعالم. يعني حتى الشركات الآن الاقتصادية يعني يمكن عندها يعني إدارات إعلامية كبيرة جدا بمستوى العالي، بل بتستقطب خبراء إعلاميين عشان يضعوا لها خطط إعلامية. نعم. لنجاح هذه النشاطات الاجتماعية، سواء كانت دعايات أو توصيل ما تنتج للتسويق. يعني نحن الإعلام ما هنقدر يعني نضع له يعني ديفينيشن أو وصف حتى نستطيع أن يعني أن نحاصر ونقول والله هذا الإعلام. الإعلام الآن دخل في أي حاجة، يعني من
داخل البيت إلى الخارج إلى الشارع إلى المنشأة اللي تعمل فيها يعني. نعم. فهذه الأشياء إذا ما غطاها الإعلام أو تغطيت بسماء الإعلام ما أعتقد تلقى النجاح الكافي. حتى يعني الآن أنت في التغييرات السياسية اللي بتحصل في بعض الدول، إذا كان ما عندك إعلام ناجع وناجح ما حتقدر توصل أفكارك للعالم الخارجي. بالتالي فبالتالي إنه أي جهة أو أي دولة أو أي أطروحة تريد أن يعني تعرض أو تطرح نفسها لأي مجتمع أو لأي جهة لازم تكون عندها آلة إعلامية كبيرة. نعم، وزي ما ذكرت أستاذ محمود، بالطبع الإعلام بيملك وسائل أكثر قوة وتأثير على جميع الجوانب في حياتنا، ولا سيما الجانب الاقتصادي أستاذ محمود. نعم طبعا، يعني مثلا أنا لما أجي أنشأ لي يعني أقوم إنشاء مصنع في أي جهة، إذا ما أنا قمت يعني في البداية يعني عرفت الناس بماهية هذا المصنع وإنتاجه وأهميته الاجتماعية وأهميته الاقتصادية في الناتج الدخل القومي للبلد، ما حأقدر يعني أضع هذا يعني ما ممكن المصنع هاي ينتج أي حاجة لكن الناس ما تكون عارفة عنه يعني. فبالتالي لازم أنا يعني أضع هذا المصنع أو هذه الجهة المنتجة في بوتقة إعلامية حتى يأخذ الأضواء اللي محتاجة له والناس تتعرف عليه، وبالتالي يأخذ أو يأخذ التقييم الحقيقي له لعمله يعني. نعم. لأنه حتى هو الإعلام مقياس يعني، الناس بعدين حتتكلم والله إكس من المصانع بيحقق كده، بالتالي كده ووفر كده عمل كده. فإذا رأوا إن والله يعني هذا المصنع ما بيقدم الأشياء التي أسست من أجله ما أعتقد إنه حياخد المعايير الحقيقية المطلوبة يعني لديه. وحتى الشخص المسؤول عنه لو ما ظهر من كل فترة وأخرى في مؤتمرات صحفية وطلع بيانات وقدم للناس ما هيتعرف بشكل، حتى لو كان أي يعني مصنع نوعه أو بنتج كيف أو القوة الإنتاجية بتاعته كيف. فإنت لو ما قدمت هذه أو هذا الجسم الاقتصادي للمجتمع اللي هو المفروض يتعرف عليه ما حيقدر يأخذ الضوء الكافي له، حتى لو كان بيحقق يعني 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 إنتاجية كبيرة يعني وله مساهمة كبيرة شنو في 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 الحركة التنموية أو التجارية أو الاقتصادية لأي بلد يعني. نعم بالتأكيد أستاذ محمود، ونحن يعني في محاور الجانب الاقتصادي طبعا كلنا عارفين أهمية وجود اتفاقيات وبنود تساعد في انسياب الصادرات من داخل البلد إلى خارجها، ونحن بنتكلم عن حتى وجود يعني عمل مشترك بين السودان والمملكة العربية السعودية، وإقامة مشاريع بنى تحتية وجهات لتجهيز الصادرات، وإقامة معارض وزيارات متبادلة بين البلدين برضو بتنصب في الارتقاء بمصلحة الاقتصاد السوداني. هو طبعا يعني تاريخ العلاقات السعودية السودانية تاريخ يعني طويل، يعني يمكن سنين طويلة إذا رجعنا، كان في تبادل تجاري وفي اتفاقيات اقتصادية بين البلدين بحكم الموقع الجغرافي للسعودية مع السودان، وبحكم العلاقات التاريخية والعلاقات الدينية والعقائدية التي تربط الشعب السعودي بالشعب السوداني، وبحكم العروبة ونحن أشقاء ومنضمين في تحت مظلة جامعة الدول العربية ولدينا منظمات ذات معيار إسلامي فيه السعودية وفيه السودان. فدائما يعني المملكة يعني بتنظر للسودان بأنه هي أرض خير، يعني أرض باعتباره إنه السودان يعني معروفة بأنه أراضيها الزراعية، بالتالي إنه العالم كله بيتجه بأنه يعني يستثمر في مجال المشاريع الزراعية. فالمشاريع الزراعية دي بتجي بعدها يعني مشاريع تحويلية تأخذ في مجال الصناعة وكده. نعم. ففي كثير من المؤسسات الاقتصادية في السعودية
ساهمت بشكل كبير جدا في مشاريع تنموية زيادة على تحرك القطاع الخاص السعودي. يعني احنا في كم، يعني لو جينا حسبنا، انا ما عندي احصائيات الان، لكن اعتقد ان السعودية هي لديها الكعكة الكبرى في مسائل الاستثمار في السودان على القطاع الخاص، وفي مشاريع معينة. يعني يمكن مشروع السكر كنانة معروف المملكة تساهم فيه بقدر كبير جدا، ويعتبر من أنجح المشاريع اللي موجودة في السودان هناك، ومن المشاريع الكبيرة اللي دخل فيها اللي هو صندوق التنمية الصناعي. نعم. والآن بيقدم وبينتج يعني كميات كبيرة جدا من السكر، إضافة إلى الدعم السعودي المتواصل بتقدم السعودية. إن أنا أعتقد في كثير من المشاريع السعودية إذا كان على المستوى الزراعي قلت أو على المستوى الصناعي أو على حد دعم المشاريع اللي بتطرحها الحكومة السعودية الحكومة السودانية، فدائما إنه المملكة سباغة للمشاركة في هذه المشاريع. ونحن شفنا كيف الوقفة القوية اللي وقفتها المملكة العربية السعودية بعد ما تم تغيير نظام الحكم في السودان، وكيف المساعدات اللي قدمتها المملكة على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي والمستوى الاقتصادي، وكيف ساهمت المملكة في دعم الموسم الزراعي اللي جاء بعد قيام ثورة ديسمبر وإنشاء الحكومة الانتقالية. ونحن كم وفد يعني جاء للمملكة هنا، وتم مناقشة الكثير من القضايا اللي بتهم المجال التنموي في السودان، وكيف السعودية دعمت اللي هو مشروع الإعمار ودعم المشاريع المتعثرة في السودان، واستضافت كم مؤتمر، وكيف نحن لا ننسى إنه السعودية ساهمت بشكل قوي جدا في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإهبار الإرهاب، وكانت لها المملكة دور كبير جدا بحكم مكانتها الدبلوماسية العالمية، وهي تعتبر الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في مجموعة العشرين، يعني كان لها دور قوي. صحيح. وأعتقد إنه نحن في هذا المجال ممكن نتحدث كثير جدا. صحيح. عن المشوار السعودي في دعم السودان حتى ينهض يعني سياسيا واقتصاديا وسياسيا. نعم. طيب أستاذ محمود، يعني هل تفتكر أنه القوانين الموضوعة أو المسنة الآن في السودان هي تواكب هذه المرحلة الجديدة من الاستثمارات العالمية اللي تقام في السودان، والانتقال الكبير والتحول الاقتصادي اللي بيرجوه السودان في الفترة المقبلة؟ هو طبعا إحنا لازم نحترف كسودانيين أنه فعلا المستثمر العربي كان في الفترة السابقة بيعاني من مضايقات ومعوقات جدا ما بتخليه وتساعده عشان يستثمر إلى داخل السودان. لكن أنا أعتقد حسب اللي عرفته أنه الوزارات المعنية بالاستثمار، إذا كان وزارة المالية أو وزارة التخطيط، وفي وجود جهاز المغتربين، أعتقد هناك في تعديل لإعادة هيكلة قانون الاستثمار في السودان، وفتح الأبواب على مسرعيها للمستثمر العربي وخاصة المستثمر السعودي. نعم. حتى يستثمر يعني بشكل جيد، ويستطيع إنه ما يواجه أي معوقات إذا دخل أي يعني مقر حكومي يعني. وأنا أعتقد في جهات معنية الآن بتنسق من أجل إنه إزالة هذه المعوقات، حتى يعني تسير الأمور بشكل سلس وسهل للمستثمر العربي لما يجي للسودان يستثمر يعني. واعتقد انه بالرغم من هذه المعوقات، في يعني بعض رجال الاعمال السعوديين نجحوا في انه انشاء بعض المشاريع اللي كانت لها عائد استثماري جيد على السودان وعلى المملكه العربيه السعوديه. لكن ان شاء الله يعني حسب التوقعات، انه نتوقع انه خلال الفتره الماضيه انه يكون في تعديل جذري لقانون الاستثمار في السودان، ويكون في اعتبارات خاصة للمستثمر العربي والمستثمر الخليجي، وخاصة المستثمر السعودي. وإنه أعتقد إنه هذه الأشياء يعني إن شاء الله حتزول. أنا أعتقد إنه كان في زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في السعودية يمكن قبل 6 شهور أو في بداية الثورة، كان في التقى برجال الأعمال في الغرفة التجارية،
ووعد بأنه يعني تزال كل هذه المشاكل، وكان طبعا في شفافية عالية جدا أنه كل الذين حضروا لقاء رئيس الوزراء ومعه وزير بدل الذكر المالية ووزير الصناعة يعني تحدثوا في هذا اللقاء بكل شفافية، وعرضوا على رئيس الوزراء المشاكل اللي بتواجههم في مسألة أنه استثمار أموالهم في السودان، ورئيس الوزراء وعد بأنه إن شاء الله إزالة كل المعوقات الموجودة. نعم. طيب أستاذ محمود، لو تكلمنا يعني تكلمنا عن تهيئة البنى التحتية للاستثمارات بوجهة نظرك الشخصية، ما هي المرتكزات الأساسية التي يلزم الارتكاز عليها في تهيئة البنى التحتية بالنسبة للسودان؟ والله شوفي، طبعا في تولز أو في أدوات مهمة جدا للمستثمر الأجنبي أول ما يجي يزور أي بلد يستثمر، يعني إذا ما وجد هذه الأشياء مهيئة أعتقد يعني بيتراجع أو بيغض النظر عن أنه يستثمر في هذه البلاد. يعني نحن بتواجهنا بصراحة معوقات، أنه نحن لازم يكون عندنا وسائل نقل حديثة، منها السكة حديد، الطرق المعبدة من مواقع الإنتاج إلى مواقع التصدير، هذه مشكلة. توفير الكهرباء، وجود ناس بيفهموا في حقل الاستثمار، يعني لازم الوزارات المعنية إذا كان في هيئة استثمار أو وزارة الاستثمار لازم نجيب ناس يعني عقول عندها فكرة، بيعرفوا إنه كيف يتعاملوا مع المستثمر الأجنبي، كيف يستقبلوا، كيف يحلوا مشاكله من هذا القبيل. يعني لازم تكون عندنا مثلا فنادق مهيئة بالشكل المواصفات العالمية لاستقبال هذه المستثمرين. أن هذه النقاط الثلاثة ذكرتها هي تسمى يعني هي اللي تساعد على البنية التحتية، اللي هو قلنا النقل والكهرباء وتوفير الوقود. يعني الوقود برضو هذه من الأشياء المهمة، وفي نفس الوقت التسهيلات الأساسية في إنهاء معاملات المستثمرين في وقت وجيز. وتكون هناك برضو في جهة تنسيقية، أو يعني كيف أول ما يدخل المستثمر ويسأل يستقبل كيف ويوريه، وتكون عندنا طبعا ثقافة أو دعاية عالية يعني في أنه ما هي الأشياء نحن نتطلبها عن يستثمر فيها المستثمر، أو في أولويات. يعني أنا زي ما قلت لك يعني السودان 80% أو 70% من أراضي وصالحة للزراعة، فنحن أعتقد يعني استثمارنا بيكون في الجانب الزراعي يعني. نعم هذا أكيد. هو أكيد يعني فهذا أكيد. هو اللي فبالتالي إحنا المفروض لازم تكون عندنا وزارة للزراعة معنية، بيكون عندها قسم الاستثمار ينور المستثمرين، وتكون عندنا مؤتمرات بشكل مستمر في الدول الموجود فيها المستثمرين، أو أن إحنا عاوزين نجذب فيها المستثمرين اللي يجوا يعني حتى يأتوا إلى السودان. نعم جميل جدا أستاذ محمود، إحنا مكملين طبعا محاورنا، ولكن عندنا مداخلة هاتفية من الأستاذ نور الدين عثمان وهو صحفي. أهلا بك وسهلا أستاذ نور الدين. يا مرحبا أهلا وسهلا، ومرحب بالضيف العزيز الأستاذ محمود عودة. يا مرحبا أهلا بك أستاذ نوري. نحن الليلة بنناقش آفاق إعلامية، والسؤال موجه لك، كيفيات تهيئة مناخ مناسب وجاذب لاستيعاب الشباب وتوفير فرص عمل لهم لدعم عجلة التحرك النماء الاقتصادية في السودان. طيب مرة ثانية تحية للمشاهدين قناة السودان الآن، ومرحب بالضيف الأستاذ الخبير الاقتصادي والإعلامي الأستاذ محمود العودة. حقيقة السودان يعني من الدول الواعدة بما يعني بالإمكانيات الكبيرة والمهولة المتوفرة من ناحية المواد الخام والأراضي الزراعية، يعني محتاجين الآن السودان يحتاج بشكل مباشر إنه يوجه يشجع الشباب إنه يدخلوا استثمارات يعني صغيرة، ويفتح لهم المجالات في المجال الزراعي، في مجال التعدين، في المجالات التجارية البسيطة، هي بتحرك
الاقتصاد. في مجالات كبيرة جدا متاحة الآن في السودان للشباب، ممكن يعني الدولة تقدم تسهيلات في البنوك، تدعم يعني قطاعات معينة وتقدم تسهيلات كبيرة جدا في قطاع الزراعة مثلا، من القطاعات الواعدة جدا في السودان، القطاع الثروة الحيوانية، في قطاعات الإنتاج عموما، من القطاعات ال يعني فيها عائد مادي مثلا، تربية وتسمين الأبقار، مجال الدواجن من المجالات القوية جدا والواعدة وما بتحتاج رأسمال كبير، عموما إنتاج الدواجن عموما من القطاعات الواعدة جدا، يعني ممكن الدولة تفتح فيها استثمارات للشباب وتوفر مزارع في مناطق في الولايات الشرق والغرب والجنوب، وكل ولايات السودان فيها كل ولاية بتتميز بميزة نسبية، بتميز عن الولاية الثانية، فممكن نستغل الميز دي بأنه نوجه الشباب وطاقات الشباب لأن يستثمروا في المجالات الحية اللي يقدر يقدم فيها شيء بدون رأس مال كبير أو جهد، لكن فقط نحتاج إلى تسهيلات من الدولة، إلى تسهيلات يعني تبسيط الإجراءات، القروض للشباب، فتح يعني تشجيع، فتح برامج توعوية، فتح برامج تدريبية لهم، لأن يعني الشباب محتاجين ذات تدريب، يعني الدولة المفروض تقوم بدور التوعوي والتدريب والتمويلي لتنمية المجالات اللي تكلمت عنها، وهي مجالات يعني واعدة والشباب بيقدروا يقدموا فيها في وقت وجيز وبيقدروا يساهموا في الناتج القومي لإجمالي السودان. نعم، الليلة السودان أستاذ نور الدين مؤهل بقوة أنه يكون شريك حيوي في رؤية 2030، فكيف يمكن تطوير الاستراتيجيات اللازمة حتى يتحقق ذلك؟ والله شوفي، السودان والسعودية حقيقة يعني من الدول يعني التبادل التجاري عندها مضبوط، يعني يرتفع بأكثر مما هو الآن، يعني نحن في السودان عشنا في الحقبة اللي فاتت أو 30 سنة الماضية ما كان في استثمارات بالشكل المطلوب، يعني الآن استثمارات خلال 20 سنة الماضية أو من 2000 تحديدا 15 مليار دولار هي استثمارات المملكة العربية السعودية في السودان. نحن نتطلع إلى أكثر من كده، نتطلع إنه الاستثمارات السعودية يعني تنطلق في المجالات الخدمية، محتاج عندنا بنية تحتية محتاجة إلى تطوير، عندنا مطارات، عندنا مواني، عندنا القطاع الخدمي بشكل عام، عندنا القطاع الزراعي بشكل عام، عندنا القطاع الثروة الحيوانية. الآن السودان من أكبر الدول المصدرة للثروة الحيوانية للسعودية، يعني نعم. يعني هي في قمة الدول المصدرة، دي كلها مجالات حيوية بتدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في إنها يعني بتدعم الاستثمارات الخارجية، يعني في فرص واعدة جدا مثلا في زراعة القمح. الآن المملكة أطلقت برنامج في دعم المزارعين لزراعة أو شراء القمح من المزارعين بنسبة 10%، الزرع الاستثمارات الخارجية. الآن الدولة يعني ضمن البنود صحيح ممكن تكون داعمة للسودان، يعني تفضلي. نعم، وكما ذكرت أستاذ نور الدين، يعني الآفاق آفاق التعاون السعودي والسوداني الليلة يعني في ظل العلاقات المتطورة طبعا بين البلدين وتوفير فرص حقيقية للاستثمار في السودان. أيوة حقيقة إن إحنا يعني كما وعد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في آخر لقاء بين رجال الأعمال هنا في السعودية، وعدهم بتقديم يعني بإزالة كل المعوقات أمام المستثمرين السعوديين، وحتى إطلاق البرنامج النافذة الموحدة لتسهيل كل الخدمات، يعني البيروقراطية
والفساد اللي كان متكشف العهد السابق. يعني وعد والان الخط الدوله تقدمت خطوات في تشجيع الاستثمارات، في توجيه لقطاعات معينه، في اطلاق برامج للترويج الاستثماري في الخارج، لفتح مجالات في مجال الطرق، في مجال الكهرباء، في مجالات البنية التحتية. أكيد. عموما فهي يعني السودان متحرك في اتجاه جذب الاستثمارات. والمملكة العربية السعودية أستاذ نور الدين كما ذكرت دائما دعم للسودان في كل المجالات، ودعم للفترة الانتقالية، ودعم للسودان الجديد. نحن شاكرين لك جدا. أكيد نحن شاكرين لك جدا أستاذ. جدا، لأن الاستقرار السياسي هو عصب التقدم الاقتصادي. بالتأكيد. شكرا لك أستاذ نور الدين عثمان، شكرا لك، إن شاء الله نلقاك قريب من داخل الاستوديو. شاكرين لك. شكرا جزيلا. وبالعودة مشاهدينا لضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ محمود العوتة. أستاذ محمود، يعني كما بنناقش من بداية الحلقة، فرص الاستثمار بين السعودية والسودان فرص ثمينة جدا، وفي كافة المجالات كما ذكرنا، في الجانب الزراعي والجانب الحيواني وجانب التعدين وكافة المجالات. فما هي برأيك، ما هي آفاق هذا التعاون؟ والله طبعا يمكن لو رجعنا للوراء شوية، كان في أنه السودان، بتذكر في مؤتمر قمة الكويت الاقتصادي، كان السودان انه يعني مطروح بانه هو ينفذ مشروع الامن الغذائي العربي، وطبعا ده مشروع كبير جدا ودعمته كل الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. نعم. فمن هذا المنطلق ممكن نتكلم عن انه الافاق الاقتصادية والاستثمارية للسودان، بأنه هو بلد واعد لتأمين الغذاء للعالم العربي كله، وهو طبعا نموذج فعلا في هذا الجانب إذا تم استغلاله بالشكل الطيب، ودم دعمه بالمشاريع، يعني مش من السعودية بس، من كل الدول العربية ذات الإمكانيات يعني الغنية بالثروة النفطية. يعني ممكن دول الخليج هي دول مهيئة لأنه جميعها تقدر تستثمر في السودان. فمدام نحن يعني طرحنا مطروح اللي هو مشروع الأمن الغذاء العربي للسودان، أنا أعتقد أنه من هنا تنطلق الآفاق، ويستطيع كل مواطن عربي يستفيد من السودان في الأشياء ذكرناها في مجال الثروة الحيوانية، وهو التي أصبحت شيء مطلب مهم جدا في ظل الظروف الحادية الآتية. نعم. اللي فيها نقص في الإمدادات، سلالة الإمدادات. نحن شفنا كيف يعني جائحة كورونا يعني تسببت في إغلاقات كبيرة جدا، وقللت من مسألة يعني تسير الحركة الاقتصادية بالشكل الطبيعي جدا، بسبب الانغلاقات اللي حصلت في بعض الدول التي كانت هي يعني مورد لسلالة الإمدادات. يعني أنا بقول الكلام ده لأنه يعني زي أوروبا كانت عانت كثير جدا من مسائل انتشار الجائحة في التيار، فبالتالي لما نلقى بلد زي السودان هو نستفيد من العامل الجغرافي، إنه بلد قريب من الدول العربية إذا تم استثماره بالشكل الجيد، أنا أعتقد كل الدول العربية ما هتخش في أزمات إذا ظهرت أي يعني جائحات مستقبلا لا قدر الله. بالسودان بيكون جاهز بحكم وجود البحر الأحمر في مواني. يعني أعتقد أنه الآن العالم بيقود حركة كبيرة جدا لتهيئة المواني، تخليها مواني يعني تتعامل بالتقنية الحديثة. نعم صحيح. ما زي تكون بالشيء التالي، فبالتالي ممكن هذه الأشياء تنقل بطريقة سهلة في ظل وجود عامل جغرافي مساعد. فعلا في حقيقة أنا ما بتكلم يعني إنه، وهذه حقيقة، السودان مهيئ بأنه يعني لانطلاقة آفاق اقتصادية كبيرة جدا إذا وجد الدعم الاستثماري الجيد. نعم، لأنه موجود وفي نفس الوقت
شهد السودان استقرار سياسي. نعم. يعني بكل أمانة إذا كان ما في استقرار سياسي في السودان أعتقد السودان نفسه ما حيقدر يستفيد من كل الفرص من الوسائل الاستثمارية المتاحة المختلفة والموارد الموجودة كمان في السودان. نعم. وحتى الدول نفسها بالتأكيد. ما بتخش في يعني تغامر في أنه يعني تستثمر في بلد ما فيه استقرار سياسي. بالتأكيد. نحن نتمنى أنه المرحلة الجاية السودان بإذن الله يشهد استقرار سياسي، وإن شاء الله هو ماشي في هذا الطريق طبعاً. في ظل يعني توحد الجهات السياسية الموجودة في السودان، وطبعا الغرض منها هو شنو؟ وحدة السودان وخروج السودان من النفق المظلم اللي كان فيه والتعسر اللي شاهده في المجال السياسي والاقتصادي. نعم بالتأكيد. ونحن اليوم أستاذ محمود يعني زي ما ذكرت نحن الليلة بنقتطف ثمار هذا التحول، وإن شاء الله يعني بنأمل لسودان جديد. ومعانا مداخلة هاتفية من الأستاذ كمال إدريس، أستاذ الصحفي كمال إدريس. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك أستاذ كمال. الليلة في حلقتنا بنناقش أفاق إعلامية ومحاور عديدة بالشأن السوداني، ويعني في آخر سؤال كان من مع ضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ محمود، وتحدثنا عن الراهن السوداني، ولكن السؤال موجه لك في الراهن السوداني أستاذ كمال إدريس، ما هي التحديات اللي بتلاقي السودان الليلة في الفترة الانتقالية؟ أول حاجة أحيي زميلنا وأستاذنا الأستاذ محمود العوتة وكل يعني مشاهدينكم الكرام. أنا شخصيا عايز أخذ الكلام من ناحية إعلامية بشكل أكبر. أعتقد أنه من مشاكلنا الرئيسية الآن والتي يعني تواجه الثورة وتواجه انطلاقة السودان بشكل يعني بالشكل المفترض، أنه هناك يعني خلل في مسألة الشفافية الإعلامية. نعرف جميعا أنه التنمية والتكامل الاقتصادي هم أحد أهم أولويات السودان في المرحلة الجاية، والحكومة يعني ما قصرت أبدت اهتمام كبير بموضوع التنمية، و يعني هذا القطاع الرئيسي في البلاد يقوده الدكتور حمدوك يعني باقتدار شديد، وطرح عديد من المنافذ، تم طرح عديد من المنافذ والفرص الاستثمارية من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني الذي سينعكس يعني بدون شك على تنمية كافة القطاعات. وأعتقد من يعني لدينا مشاريع ضخمة، مشاريع كبرى يمكن أنها تسهم إسهام كبير ومباشر في التنمية القادمة. عندنا مشروع الجزيرة، عندنا المشاريع الزراعية بشكل عام والتربية السمكية ومشاريع المواشي، يعني هذه أبرز المشروعات القومية التي ينبغي يعني أن يعي لها الناس عن طريق الشفافية الإعلامية. أعتقد أنه الخلل الآن الموجود يمكن ما قدرنا أو نحن بنحاول إلى الآن أنه يكون في شفافية كاملة في طرح المسائل أمام الرأي العام السوداني، في الأول أمام الرأي العام الداخلي وبعدين أمام الرأي العام العالمي، بحيث أنه نقول للناس تعالوا يعني نحن فاتحين يعني كل السبل ويعني مهدنا الطريق للاستثمارات الضخمة. وهي الحكومة يعني أقول فعلا حكومة الثورة سعت إلى تقديم العديد من التسهيلات لجمهور المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بتلك المشروعات. دور الإعلام هنا بشكل عام والتلفزيون على وجه الخصوص، يعني بنتكلم عن الشاشة الفضية لأن هي الأكثر جذبا، ولا ننسى أيضا الإعلام الجديد وأهميته في هذه المرحلة عشان تقوم بالدور التنموي في رصد الفرص الاستثمارية والترويج لها. لأنه أنا لازم أقنع المستثمر بأنه أنا عندي ضمانات محددة، من أهم أولويات الضمانات المفروض تكون موجودة هي ضمانة الأمن. صحيح. نعم. إذا وجد الأمن فأعتقد أنه تحت مظلة ممكن أن تقوم كل الأشياء، يعني حتى تشجع المستثمر بالداخل أو بالخارج على الاستثمار في المشروعات المطروحة.
أكيد. يعني التي تؤدي إلى مزيد من جذب مزيد من الناس. يعني هو كله مجموعة مستثمرين يروا إنه الأرضية قدامهم أصبحت واضحة، القوانين واضحة، الضمانات واضحة، الأمن بشكل واضح، فهم يعني كل مجموعة بتجذب الأخرى. صحيح. يعني صحيح كما ذكرت أستاذ كمال، ويعني كلنا عارفين أنه يقوم الإعلام بدور كبير في خلق مجتمع واعي، يدفع بالحكومات والمنظمات الإدارية لتنفيذ قوانين أو حتى التخطيط المسبق والمحكم لمستقبل واعد وتحقيق التنمية المستدامة بخصوص الوضع السوداني. أنا أرى إنه أيضاً يعني بعد تحديد موضوع الشفافية في الإعلام، وده يمكن هاجس لكثير جداً من 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 أهل المهنة يعني في الداخل وفي الخارج، يعني أنا أرى إنه خطوة الدكتور حمدوك الأخيرة في الالتقاء بالناس، خاصة بالالتقاء بالمغتربين، يعني أخيراً في يعني فيما تم خلال اليومين الماضيين، دي بتكرس او يعني بتدينا دفعه الى الامام، انه يعني في امل لقدام، وفي ناس بتسمع، وفي ناس ممكن تنفذ الافكار، لانه الافكار كثيره جدا جدا. كيف نحن نقدر نلم الافكار ونجمعها ونلخصها ونحولها الى مشاريع تنفيذيه كويس؟ يعني مثلا التلفزيون بقنوات المختلفه، يعني ممكن يعني اهتمامه بالاستثمار هذا يعني المفروض يكون من الأولويات الآن في الوقت الحاضر. الأولويات الآن أنا أعتقد أقدر أعددها في الأمن، وبعدين يجي الاستثمار. وأعتقد أنه ده من محاور الاهتمام الدولة، يعني حتى يعني نبعد من منطقة الركود اللي كانت موجودة، والحمد لله الآن البشريات كثيرة يعني من الخارج. أهم شيء أنه يكون في دراسة للجمهور، خاصة يعني الجمهور الداخلي أو الخارجي، لازم تكون في دراسات، يعني يتم تفعيل دور الجامعات، دور المؤسسات البحثية في عمل دراسات واقعية من يعني من الواقع لرصد الاتجاهات نحو المشاريع والأمور الاستثمارية وكذا، وأيضا رصد دور التلفزيون في دفع أجرة الاستثمار بهذه المشروعات القومية عبر الفئات المتعددة يعني. وهذه الدراسات أنا متأكد إنها يعني ستؤدي إلى تطوير النشاط في العمل الإعلامي بشكل عام والعمل الاقتصادي بشكل عام. نعم، نحن شاكرين لك جدا أستاذ كمال إدريس، شكرا لك، إن شاء الله نلقاك قريب من داخل الاستوديو. شاكرين لك جدا هذه المداخلة الهاتفية. شكرا، تحياتي لك أستاذ. وبالعودة مشاهدينا لضيفنا من داخل الاستوديو الأستاذ محمود. أستاذ محمود، خلينا ننتقل شوية لجانب الإعلام العربي ودور الإعلام العربي في رفض الحركة السياسية والاقتصادية، وكمان توحيد الهم العربي. طبعا إذا رجعنا ممكن 25 سنة للوراء أو قولي 30، كانت المبادرات الإعلامية على مستوى الدول يعني قبل ما تنتشر الفضائيات، كان الحركة الإعلامية في الدول العربية مركزة في بعض الدول، يعني كان في بعض الدول ما عندها صوت إعلامي مسموع. نعم. يمكن في بعض الدول، يعني احنا إذا رجعنا لتاريخ الإعلام العربي بنلقى يعني في دول معينة كانت هي الصوت الإعلامي للعالم العربي، يعني إذا كان يعني حق السبق لها في مثل تطوير أدوات الإعلامية من صحف أو إذاعات أو تلفزيون أو كده، يعني ممكن دولة أو دولتين كان لها استنارة إعلامية، ممكن نذكر منها مثل مصر ولبنان. حتى نحن في السودان كان صوتنا الإعلامي عن طريق مصر، كان عندنا إذاعة اسمها إذاعة ركن السودان، لو سمعت بها، إذاعة قديمة كانت يعني تحكس ما يدور في السودان، وكانت هي المنفذ أو الصوت الإعلامي الوحيد للسودان. نعم. لكن بعد فترة وجيزة يعني حصلت حركة إعلامية
أصبحت كل الدول العربية عندها محطات إذاعية ومحطات تلفزيونية وعندها صحف، لكن صوتها مسموع يعني محلية يعني بكل أمانة. ولكن بعد فترة يعني لما جاءت الفضائيات وانتبهت بعض الدول العربية لأهمية الإعلام العربي، نعم، فتوسعت في هذا الجانب ودعمته بالشكل الكبير، وكانت هي تجارب يعني فردية لبعض الدول والحمد لله نجحت، منها المملكة العربية السعودية وبعض الدول الأخرى توسعت في الإعلام ونجحت تستثمر في الإعلام وخلته يعني رديف للحركة الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان. نعم. لكن نحن لو رجعنا للتجارب الإعلامية في العالم لازم نرجع لماذا يعني عمل العالم المتقدم في مجال الإعلام. يعني مثلا احنا عندنا خير مثال للتطور الإعلامي في العالم مثلا البي بي سي، نعم، في بريطانيا، أو دتش ولا في ألمانيا، أو إذاعة صوت أمريكا، نعم، ديل يعني تجربتهم كانت ناجحة ويستطاعوا أن يعني ينتشروا في خريطة العالم بشكل جيد ويستقطبوا صحيح ناس كثيرين جدا. أنت بتلقى في أقصى بقاع السودان في نيالة أو جنينة بتلقاه فاتح البي بي سي بيسمع النشر في الصباح أو في المساء أو في العصر يعني. فنحن من هذه التجارب المفروض يكون عندنا صوت إعلامي، يعني المفروض العالم العربي يكون عنده إذاعة يعني يعتمد عليها المواطن العربي في تلقي الأخبار والمعلومات الصحيحة، حتى لا يعني شنو يعني يقع في مصيدة المعلومات المضللة عن بلده أو عن العالم العربي. فنحن ما وصلنا لهذه التجربة يعني الآن. نحن مفروض يعني من هنا من تلفزيون قناة 24 بندعو إنه يعني جامعة الدول العربية زي ما بتدعو لمؤتمرات اقتصادية كبيرة أو سياسية كبيرة لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية للعالم العربي، نحن نحتاج لمؤتمر إعلامي كبير جدا يناقش تطوير الآلة الإعلامية للعالم العربي كيف يعني. هل فعلا نحن الآن العالم العربي عندنا آلة إعلامية كويسة جدا تستطيع أن تحكس ما تفعله الدول العربية، ولا لسه نحن يعني المواطن العربي بيتلقى معلوماته بيذهب إلى الإذاعات الأجنبية عشان يستمع لأخبار بلده ويستمع أو يعرف المعلومة الصحيحة من الصحيحة. مصادر موثوقة. فنحن محتاجين لثورة إعلامية كبيرة جدا نستفيد من التجارب الإعلامية في العالم، وبهذه الطريقة فعلا بنستطيع أن نسلك طريق إعلامي صحيح حر بصوت إعلامي عربي حر بدون أي يعني تشوهات من الخارج يعني. صحيح. فأنا يعني أعتقد إنه لا، أنا أسني ماشيين بالتجارب يعني في بعض الدول تجارب إعلامية صحيحة وناجحة وماشية في خط كويس، لكن لو تعممت هذه التجربة بتكون بشكل جماعي، نعم، بتكون أعتقد عوائد الإعلامية صحيحة وزاد إيجابية وتنعكس على المواطن العربي، ونحن ما نكون تحت مظلة الإعلام الخارجي المضلل يعني. صحيح. وأفتكر تجربة قناة السودان 24 الآن، القناة السعودية السودانية، هي واحدة من هذه التجارب كما ذكرت يعني. أكيد طبعا. نحن شاكرين لك جدا هذه في الاستضافة، أستاذ محمود دعوتة، مسؤول تحرير في صحيفة الاقتصادية. شكرا لك، شاكرين لك جدا، والشكر موصول كمان مشاهدينا لكم أنتوا على مشاهدتكم هذه الحلقة، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بها، وشكر موصول للكسر عامل حلقة اليوم في الإخراج هشام يوسف أحمد نجمة، وفي التصوير ناصر لانكي، وفي الإعداد هويدة التوم، وفي المونتاج عز الدين سعدابي، وفي مهندس الصوت محمد حسب، وفي البث أحمد الرئيس، وفي التحرير محمد طه. شكرا لكم جميعا، إن شاء الله نتلاقى بكرة في حلقة جديدة. كونوا بخير وبصحة وبعافية، في أمان الله.